انا حقف معاك لحد ما تتزوج حبيبه القلب. خالو حبيبي اكلك منين؟ ابوسك منين يا خالو؟ خدك حبيبي. خلاص خلاص خلاص. يو 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 قلت خلاص. وانت ايه يا بوس يا ضرب؟ بس بس نهايته. اول لازم تقيس عبد اللطيف. مستعرس خالو. طيب خلاص واحده بس. حبيبي خالو اسمع، الاول لازم تقيس نبضها ان شاء الله وتشوف هي مرتبطه بحد او بتحب حد تاني، بعدها على طول نكلم ابوها. والله شو اقول لك يا خالو، انا كل ما جيت اقابلها او اكلمها تعاندني الظروف، لكن كلامك اليوم اعطاني دافع وقوه وامل اني خلاص افوز فيها. علشان كذي يا خالو انا رايح لها وانا معك. لا حبيبي خالو، انت تقعد هني تكمل هالشاي، تخلص القوري تقضي عليه، وانا اروح وبعدين اجيك. حبيب قلبي، هذه المهمه ما ينجزها شخصين، ينجزها شخص واحد اللي هو انا عبد اللطيف. انا. طب وحتسيبني لحالي ولا ايه؟ باي باي. عبد اللطيف، ابو شميس، عبد اللطيف. طب فين الحلو؟ ما كناش حلو يا عبد اللطيف. طب مين هيوصلني يا عبد اللطيف؟ رجع لك يا خالو. طب سيبلي فلوس ما معيش. وانا كمان ما عنديش. طيب عبد اللطيف، طيب طيب. لو سمحتي عمرو اخوي، ممكن اكلمك دقيقة؟ تفضل. هو الحقيقة الله يزيد فضلك، انا الحقيقة يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني انا محرج وقمة الانحراج ومكفش بهالشمس، انت طالعة من دوام وتعبانة، وعلاقتنا صارت شني انا وياك شمس القمر في السماء، يتصارعون يتحاوشون. هو الحقيقة يعني انا ما ادري ايش اقول لك، لكن يعني اخوي هاي سيارتك؟ ما عليك منها، تمرين عليها خذيها، ترى تقدري تاخذين لفه فيها. لا 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 لا، بس ترجعي يخالفونها. يا معوده انا متعود على المخالفات، اربع مرات حاطينها في السطح وانا قاعد حايس فيها، دليت حتى قراجات حجز الداخليه دليتهم. المهم انا يعني تقدر توخر سيارتك؟ انا صراحه لو يقطوني بالسجن ما اتحرك الا لما اقول اللي بقلبي. انا بصراحه ماني فاهمه ايش تبي بالضبط؟ انا يا بنت الحلال ابيك، اقصد يعني ابي اتقدم لك واخاف ترفضيني، فقلت يعني اي اجس النبض اشوف انت يعني قلبك مرتبط في احد. خالي خالي وصل. اللي يبي بنت الحلال يروح يطق باب بيت اهلها، مو يها مكان الدراسه. صح، زين وين باب بيتهم عشان نطقه وناخذ الحلال؟ عن إذنك. إيه تفضلي. هي يا أوه، تعالك وخالفني تنحسب علي نقاط ولا كل عيونك.